ايه طبعا، يعني قبل اي حاجه يا جدعان لايك واشتراك في القناه، ماشي؟ عشان عايزين نوصل بقى يا جدعان 150 مشترك كده، بقالنا كتير يا جدعان واقفين على 127، عايزين يا جدعان نزيد كده وبتاع. بس فطبعا بوب الحرام الجزء التاني، انا دورت على الجزء الاول كتير موت بس ما لقيتوش خالص، ماشي؟ بس فلو يعني لو حد لقاه كده بقول لي اسمه ايه بالظبط بتاع، عشان ما لقيتوش خالص. بس فهنلعب ايه كده الجزء الاول، يلا يعني قبل ما نبدا بس نصلي على النبي. بس يلا بسم الله، افتح يا سمسم كوكي وعسل. ماشي ماشي ماشي، انا في كده كده اصلا فاهمه، ولعبت الجزء الاول اصلا قبل كده وختمته. ماشي افتح، في حد هنا، في حد هنا، ماشي في ظابط هنا. حاول تعدم يا رب، كل هدوء هدوء هدوء. بس ادينا عدينا توكي واسي، اجري ماشي ماشي. ده احنا عايزين نرجع مكانه، ده نرجع ارجع بقى. ماشي بص بقى، اجري، مفيش حاجة كده عند الراجل ده، مش المكان اللي هو ايه فيه. اتحشرت، شكلي اتحشرت. الله يا عبد الله، شوف انا اتحشرت. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ انا مش فاهم ايه ده. هتروح تاكلها، هتجري على الحمام، يلا. طب والنبي لك تاكليها، ابوس رجلك كليها. اجري، توه توه توه، خدي خدي، كلي كلي كلي، كلتها. اجري 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 اجري، كلتها كلتها، خلاص اجري. روح على الحمام، روح على الحمام، كلي كليها والنبي والنبي يا شيخة، لا تاكليها، اتنيلي كليها بقى بالسم الهاري. يوه يا جدعان صعب الموت دي. طب ثاني، طب ازاي؟ طيب انا عايزة تاكلها وما تشوفنيش. ازاي خلاها تاكلها وما تشوفنيش؟ صوتت، تعمل حمام، بتجري بتجري عشان تعمل حمام. عايزين ناخد احنا الكنز، خدنا الكنز ولا ده مش الكنز؟ بس كده خلصنا المرحلة الأولى بمنتهى الصعوبة. ايه ده؟ بوب بيتمشى يا جدعان بقى، طبعا رشاقة كده وبتاع. الظابط شافه اتخض، ماشي، طلع يجري، دخل في وسط الشجر ده ولا ايه مش عارف، لبس العريس والعروس التورته، وقع الراجل الكبير ده وطلع يجري، ماشي، ومسكوا الراجل ده هيضربه طبعا. ونخرج، نخرج، ايه ده؟ ده هيبقى معايا. وات، واو، انت اللي هتقولي بقى الحاجات. ماشي 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 ماشي، بسم الله. ولا في ظابط هنا يابا، نعدي من غير ما يحسين. طب ده ازاي ده نعدي من غير ما يحس بينا؟ يعني كده بخرج،
ماشي. ايه ده كنز يعني كده منتهى السهولة ده؟ انا كده اقدر اخرج عادي بس كده خلاص. خلصت كده، خلصنا ده وعملنا كلهم بمنتهى السهولة وخدنا ايه فلوس. اطلع بقى يلا بينا بليا نسرق المكان التالت. السرقة بحب تجري في دمي، بعرف تاتوينو. لا ده انا فتحته بعون، في حد جاي ده ولا ايه؟ دي بس تغور كده في داهية دي تمشي تيتا، دي جراني. بسم الله بسم الله بسم الله. ايه طيب نجمع ان حاجة كده. طب احنا ازاي بقى يعني ايه عايزين ناخد البتاع من الشيف؟ هو الشيف يا جدعان ده حول ما بيسمعش ايه، ولا اطرش ما بيشوفش ايه، ولا ده ايه حكايته ده؟ زارة سمعني ما حس بيا كده. ده نعمل ايه بقى فيه ده؟ لكن عايز البتاع، انا كده خدتها منه. وربنا دول ناس مجانين. امشي يا عم امشي امشي يا عم. ده يا اسطى ده راجل مجنون. ده انا خدت منه البنطلون، وانا مش عارف خدت منه ايه. هو ولا هنا ده، ولا سمع ولا حس ولا اي بتنجان خالص. راح فين ده؟ ده دماغه رايحه في البلاطه. الاعلانات يا جدعان، خلاص الاعلان. نرجع لكم، رجعنا لكم تاني بالمرحله دي. يلا بينا. واتش اتيكيت اتيكير. ماشي يلا، عايزين ايه نخلص كده المرحلة دي. ولي ده كان في حد ماشي هنا ولا ده؟ ما تتغابش يلا، ده بيتغابى. ما تتغابش. ده احنا ده نعملها ازاي؟ هنلف، هنحاول نلف من ورا كده. ماشي ماشي نعيد يابا، انا ما بستسلمش. انا افتح جابني، لو راجل تعالى جاب. خدت المفتاح، اجري اجري. هيتغيب يا غبي يا ابن الغبية. مش لازم ترغي بقى. الطباخ اللي ما بيشوفش ولا بيسمع ده سرقنا منه الحل. ده بيتصل بالشرطة من المجنونة. بيتصل بالشرطة. ماشي الحمد لله. لا يا جدعان اقف لحد هنا، فلو الفيديو مش تعمل لايك واشتراك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي. فيلا سلام.